لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة، وعندما رجع عليه الصلاة والسلام تزوج بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وأول امرأة ماتت من نساء عليه الصلاة والسلام، ولم ينكح عليها غيرها، وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها رضي الله عنها وأرضاها.